المسؤولية بتاعت إجراء هذه الفحوصات بتقع على مين؟ بتقع على الأسرة، بتقع على المأذون، بتقع على الطبيب، يعني طبيب الأسرة اللي هو بتقع على مين؟ هي أو المتزوجين إن هم يحرصوا إن الشهادة تبقى موجودة؟ هي النص زي ما اتفضلت الدكتورة رانيا، هو ورد في 2008، كان تعديل لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994. التعديل ده استحدث مادة هي المادة 31 مكرر، اللي هو ربط بين أمرين، اللي هو زواج الأطفال والفحص الطبي قبل الزواج. تمام. زواج الأطفال المشرع قال لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة. والجزء اللي بعد كده، الفقرة اللي بعديها، ويشترط لتوثيق العقد أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما. نرجع برضو للفكرة نفسها، هربطها بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة لما اتكلم على زواج الأطفال، واتكلم يعني حتى كان لافت ان هو قال بقانون مستقل، يعني دعا إلى تنظيم موضوع زواج الأطفال بقانون مستقل. أنا كنت أتمنى برضو مسألة الفحص الطبي للزواج تكون بقانون مستقل وليس تعديل على قانون الأحوال المدنية، لأن في فكرة اسمها تسويق التشريعات. أنا عشان أسوق تشريع معين لما أصدره بقانون مستقل وأقول القانون رقم كذا لسنة كذا بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، وأوصل رسالة مجتمعية معينة إن هذا الموضوع مهم. إنما لما يصدر القانون وتتناوله الصحف ويقول لك بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، ده بيدي رسالة من البداية سلبية وبيتنافى مع فكرة جديدة اسمها تسويق التشريعات. تسويق التشريعات إني أنا بحط الناس والمجتمع أمام مسؤولياتهم وببعث رسالة معينة للجمهور إن هذا الإجراء مهم. طالما أنه مهم ينبغي أن يصدر بقانون مستقل، ومش بس بقانون مستقل، برضو في فكرة جديدة أنا أتمنى أن القائمين على التشريع يرعوها، أن هنا في مناسبات معينة حبذا لو صدر القانون فيها. يعني هنا حتى لو عندي حضرتك ادي قانون، مثال مثلا. لو عندي قانون زي الفحص الطبي للزواج ده، أتخير مناسبة معينة في قوانين خاصة بالمرأة، سيكون لافتا أن تصدر وأن يتم توقيعها في يوم المرأة مش في يوم تاني. وخصوصا ان انا ممكن يبقى عندي على فكرة، ممكن الاقي بعض القوانين صدرت قبل يومين من يوم المرأة، كان من الافضل ننتظر يومين وفي نفس يوم الاحتفال بيوم المرأة اصدر القانون ده. وربما من الافضل كمان ان يتم توقيعه بشكل علني وبرسالة معينة للجمهور حتى ياخد الاهتمام الإعلامي ويبقى في نوع من أنواع الوعي بأهميته. المشرع لما اتكلم على التوثيق كأنه بيلقي المسؤولية كاملة على المأذون، إن أنت يا مأذون لا يجوز لك أن توثق عقد الزواج إلا بعد التحقق من وجود شهادة الفحص الطبي قبل الزواج. برضو احنا مش عايزين برضو ارتباطا بفكرة تسويق التشريعات، التشريعات بيتم تسويقها وعند الناس على انها الزام، فكره الالزام ثقيله على النفس. لا، انا عايز اسوق للتشريع على انه مصلحه، ان الناس لابد ان تعي ان هذا التشريع قد وضع ليس للتقييد عليهم وانما مراعاه لشؤونهم واصلاحا لاحوالهم. صحيح، ان الناس لازم تعرف ايه المصلحه وحفاظا على صحتهم وصحه بعد كده ذريتهم، يعني صحه الاسره كلها. ده المفروض ان يتم ارسالها كرساله للناس، وان تكون الرساله دي واضحه، وان يتم في دور الوسائل الاعلام برضو في هذا الشان.